عبر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن اعتزازه لما تحقق للسجارين البحرينيين الفائزين في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور والتي أقيمت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا سمو أن هذا الإنجاز يدفعنا للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى فضل الله ورعاه بدعم رياضات الموروث الشعبي، حيث أشار سمو إلى أن دعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أثمر عن تحقيق النتائج المتميزة في البطولة التي تحظى باهتمام كبير ومشاركة واسعة من الدول الخليجية الشقيقة. جاء ذلك بعد أن واصل سقارة البحرين تألقهم في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التي أقيمت على كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحصول السقار خالد عبد العزيز العجمان على المركز الأول في فئة جرانيس الشواهين والسقار سعد إبراهيم البوعينين على المركز الأول في شوط الشواهين. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن النتائج الكبيرة التي تحققت هي دلالة واضحة على أن رياضات الموروث الشعبي في مملكة البحرين تسير وفق الاستراتيجية التي تم وضعها، مشيدا سموه بالمستويات المميزة التي قدمها السقارين المشاركين وعلى حرصهم على تقديم أفضل المستويات.